مشاهدينا اهلا بحضراتكم لهذه التغطيه المستمره على شاشه اكسترا نيوز للشان الروسي الاوكراني وتاثيرات هذه الازمه على العالم باجمع. معكم خلال هذه التغطيه اذا زميلتي دعاء جاد الحق وانا احمد بشتو. دعاء اليك. اليك يا احمد بالتاكيد التحيه، ونبدا مع مشاهدينا الكرام هذه التغطيه الخاصه ونبداها من مواصلات قاده الاتحاد الاوروبي لاجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي في بروكسل. ومن المقرر ان يناقش قاده دول الاتحاد الاوروبي خلال قمتهم التحول في مجال الطاقه في اوروبا للاستغناء عن الغاز الروسي وازمه الغذاء المرتبطه بالعمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا والتي تهدد وبشكل خاص القاره الافريقيه. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر خفض وارداته من النفط الروسي بأكثر من الثلثين، كما وافق الاتحاد على فصل سبير بانك أكبر بنوك روسيا عن نظام سويفت المالي العالمي، بالإضافة إلى حظر ثلاث وسائل إعلام مملوكة لموسكو. بعد جولات من المفاوضات اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة سادسة من العقوبات على موسكو تتضمن حظر جزئي لواردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد في محاولة للضغط على الموارد المالية لموسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أشار إلى أن العقوبات ستمنع شراء النفط الخام والمنتجات البترولية من روسيا التي يتم تسليمها إلى الدول الأعضاء عن طريق البحر، لكنها ستشمل إعفاء مؤقت لخام خط الأنابيب. وأضاف ميشيل أن هذه العقوبات تغطي على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل العمليات العسكرية على حسب تعبيره. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد سيبحث في أقرب وقت ممكن توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتل، ما يرفع إلى 90% كمية الصادرات النفطية الروسية التي سيتخلى عنها الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. وتشمل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها سبير بانك أكبر بنك في روسيا. وعلى الجانب الآخر، وافق القادة الأوروبيون خلال القمة على منح الحكومة الأوكرانية 9 مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لتتمكن من تشغيل اقتصادها. دعا مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل دعا دول الاتحاد الأوروبي لزيادة إنفاقها الدفاعي على غرار حلف شمال الأطلسي. شدد بوريل على أن هذه الخطوة يجب أن تتم بطريقة منسقة لتوحد الموارد. في هذا السياق، أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بإعفاء بلاده من الحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي على النفط من روسيا، ما يسمح للمجر بمواصلة الاستفادة من الخام الروسي. وبعد مفاوضات استمرت أسابيع بين الاتحاد الأوروبي وبودابست، أبرم قادة التكتل اتفاقا يقوم على حل وسط، إذ يحظر واردات النفط الروسية التي يتم إيصالها بواسطة الناقلات، لكنه يبقي على تلك التي تصل عبر الخطوط الأنابيب، علما بأن المجر تحصل على الخام الروسي الذي يعد أساسيا لاقتصادها بهذه الطريقة، إذ أنها لا تطل على أي بحار، وتحصل المجر على حوالي 65% من احتياجاتها النفطية عبر خط أنابيب دروغبا الذي يربطها بروسيا. أعلن مصرف سبير بانك الروسي أن قرار إقصائه من نظام سويفت للمعاملات المالية الدولية لن يؤثر على الوضع الحالي للمصرف في التسويات الدولية وعملياته داخل روسيا. أشار المصرف إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي لم يكن مفاجئا، فضلا عن كونه لن يؤثر على عمله، ومؤكدا أنه يواصل عمله ونشاطه كالمعتاد. كما ذكر المصرف أن القيود الرئيسية التي فرضتها الدول الغربية سارية بالفعل من قبل اتخاذ القرار. أما في برلين، فقد رحب المستشار الألماني أولاف تشولز بالتسوية التي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر على واردات النفط من روسيا. وقال تشولز إن الاتحاد الأوروبي اتفق على مزيد من العقوبات الصارمة ضد موسكو. كما أشار المستشار الألماني إلى أن الحظر سيؤثر على جزء كبير من واردات النفط الروسية. لفت مصرف RBC Capital Markets إلى أن الحظر الجزئي الأوروبي على تدفقات النفط الروسي سيؤدي إلى سحب 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل من النفط الخام الروسي المنقول بحرا.
لفت الخبراء إلى أن الإجراء الأوروبي قد يمثل انتصارا للسياسة الخارجية للغرب، لكنه سيتسبب في تضخم في كل الدول ذات الصلة، نظرا لأنه من المرجح أن تكون إعادة تعديل مسار التدفقات العالمية أمرا هيكليا. أوضحوا أن القيود الأخيرة ستجعل توفير النفط أكثر تكلفة بشكل متزايد، مما يضع ضغوطا تضخمية على الأسعار. نبقى في ذات السياق، فقد أعلنت مجموعة غازبروم الروسية أنها علقت إمدادات الغاز إلى هولندا. وقالت المجموعة الروسية العملاقة في بيان لها إنها أوقفت بالكامل إمدادات الغاز بعد رفض شركة غازتيرا الهولندية للطاقة إتمام عملية الدفع بالروبل في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. اتهمت وزارة الدفاع الروسية سلطات أوكرانيا بالتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول والشركات الأجنبية التي تطالب بضمان خروج آمن لسبعين سفينة أجنبية من 16 دولة ما زالت محتجزة في موانئ أوكرانيا. قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا إنه بفضل مجموعة من الإجراءات تخلصت البحرية الروسية من خطر الألغام في المنطقة المائية لميناء ماريوبول، وبدأت بترميم البنية التحتية للميناء، لافتا إلى أن القوات المسلحة الروسية هيأت الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن في البحر الأسود وبحر أزوف. نبقى إذن في سياق الأزمة، فقد اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنه من غير الضروري إجلاء موظفي سفارات موسكو من الدول غير الصديقة. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها حيال حدوث أي طارئ، مبينة في الوقت ذاته أن سلطات عدد من البلدان اتخذت التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية الروسية من هجمات المتطرفين وفقا للالتزامات الدولية. أعلنت لجنة تحقيق روسية العثور على مواد كيميائية مجهولة تابعة للمسلحين في أزوفستال. أضافت أن المحققين وجدوا أثناء عملية التفتيش ذخائر وأسلحة أجنبية الصنع وإمدادات غذائية وهواتف ذكية. في كييف قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي وصل إلى أقصى قوة قتالية في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وأضاف أن الجيش الروسي يحاول جمع قوات ساحقة لممارسة المزيد من الضغوط على القوات الأوكرانية، مشيرا إلى وجود قصف مدفعي في مدينة خاركيف وفي منطقة سومي بشمال شرقي البلاد. غادرت سفينة الشحن أسرخان والتي تحمل العلم الروسي ميناء ماريوبول، وذلك لأول مرة منذ سيطرة روسيا على ماريوبول. قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السفينة غادرت الميناء وعلى متنها 2500 طن من لفائف الصفائح المعدنية متجهة إلى ميناء روستوف الروسي. وقد اتهمت روسيا أوكرانيا بالتهرب من مطالب ممثلي الدول والشركات الأجنبية لضمان خروج آمن لنحو 70 سفينة أجنبية تتبع 16 دولة ما زالت محتجزة في موانئ أوكرانية. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا إن القوات الروسية هيأت الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين آمنين لحركة السفن في البحر الأسود وبحر أزوف. أعلنت القوات الروسية عن سيطرتها على ثلث مدينة سيفرودونيتسك الأوكرانية، وأدى القصف الروسي إلى تحويل جزء كبير من سيفرودونيتسك إلى أطلال، ودخلت القوات الروسية الأطراف الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، لكن الدفاعات الأوكرانية أبطأت الحملة الروسية الأوسع في منطقة دونباس. وعلى الأرض، أعلنت وزارة الدفاع العثور في أزوفستال على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا وتحتها أربع عبوات ناسفة وألغام. وأشارت الوزارة إلى إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو 25 بالقرب من منطقة ميكولايف، كما تم تدمير خمسة مواقع للقيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في 13 منطقة تجمع عسكرية بصواريخ روسية عالية الدقة.
وهذه التغطية ما زالت مستمرة حول الأزمة الروسية الأوكرانية. أزمة أوكرانيا ليست الأولى في الخلاف بين الغرب والولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى، فهناك مخطط ساخنة كادت تولي لحرب نووية بين روسيا والولايات المتحدة. فالتصعيد الأخير أعاد ذكريات أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962 والتي مثلت البؤرة الأكثر خطورة في الحرب الباردة. فبعد ثورة كوبا على الحاكم باتيستا وتولي فيدل كاسترو الحكم هناك، تم عقد معاهدة صداقة مع الاتحاد السوفيتي. وفي أغسطس من عام 1962 وفي أعقاب عدة عمليات فاشلة للولايات المتحدة لإسقاط النظام الكوبي فيما عرف بغزو خليج الخنازير وعملية النمس، شرعت حكومة كوبا والاتحاد السوفيتي في بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ النووية متوسطة المدى في كوبا، والتي تعطي الإمكانية من ضرب معظم الأراضي الأمريكية. هذا الأمر أثار غضب الولايات المتحدة، مما جعلها تفكر في مهاجمة كوبا عن طريق الجو والبحر. ثم استقر الرأي بعمل حظر عسكري عليها، فأعلنت حينها أنها لن تسمح بتسليم أسلحة هجومية لكوبا، وطالبت السوفييت بتفكيك أي قواعد صواريخ المبنية فعلياً أو ما هو تحت الإنشاء داخل كوبا، مع إزالة جميع الأسلحة الهجومية. ولم تكن إدارة الرئيس الأمريكي حينها جون كينيدي تتوقع أن يستجيب السوفييت لمطالبهم، وتوقعت حدوث مواجهة عسكرية بين الدولتين. أما على الجانب السوفيتي، فقد كتب الزعيم نيكيتا خروشوف في رسالة إلى كينيدي قال فيها: حظر الملاحة في المياه الدولية أو المجال الجوي يشكل عملاً من أعمال العدوان تدفع البشرية إلى هاوية حرب صواريخ نووية عالمية. هنا رفض السوفييت علناً جميع المطالب الأمريكية، ولكن عبر قنوات سرية من الاتصالات بدأت اقتراحات لحل هذه الأزمة، لتنتهي بعد 16 يوماً في 28 من أكتوبر من عام 1962، عندما توصل كل من الرئيس الأمريكي جون كينيدي وأمين عام الأمم المتحدة يو ثانت إلى اتفاق مع السوفييت لإزالة قواعد الصواريخ الكوبية، شريطة أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا وأن تقوم بالتخلص بشكل سري من الصواريخ الباليستية المسمى جوبيتر. And their installations was already in progress.
مع تطور العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ووضع موسكو قواتها النووية في حالة تأهب، ظهرت مخاوف عالمية من استخدام السلاح النووي كما حدث في الحرب العالمية الثانية، ليدور التساؤل ذاته عن سلاح نهاية العالم. تعود قصة أول تجربة نووية إلى عام 1945، حينما أشرف الفيزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر الذي عرف بوالد القنبلة النووية على مشروع مانهاتن لتصنيع السلاح النووي الأول في الحرب العالمية الثانية. وفي صباح 16 من يوليو من عام 1945، فوق منطقة في صحراء نيو مكسيكو، كان أول لقاء للبشرية مع القنبلة الذرية، حيث تم إجراء اختبار ترينيتي نسبة إلى جهاز انشطار بلوتونيوم من نمط الانضغاط الداخلي. وحينها عرف الإنسان أن الأسلحة الذرية التي تطلق كميات هائلة من الطاقة عن طريق تفاعل تسلسلي نووي كانت ممكنة. وفي غضون شهر من هذه التجربة في الصحراء الأمريكية، تم إلقاء قنبلتين على اليابان، الأولى نووية وكانت من اليورانيوم على هيروشيما، أما الثانية من البلوتونيوم على ناجازاكي، مخلفة خسائر بشرية تصل إلى 250,000 حالة وفاة كنتيجة مباشرة، علاوة على ملايين الإصابات بحسب بعض التقديرات. يتحول العالم بعدها إلى مسرح لمزيد من التجارب النووية حول العالم. وفي عام 1946، أسس الأمريكيون هيئة الطاقة الذرية الأمريكية المدنية لتتولى تطوير الأسلحة النووية بدلاً من القيادة العسكرية، ولتطور استخدامات الطاقة النووية، كما بدأ الاتحاد السوفيتي في تطوير مشروعه الذري الخاص. ولم تمر فترة طويلة على ذلك، وطورت العديد من الدول أسلحة انصهار أكثر قوة عرفت باسم القنابل الهيدروجينية. خلال الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي، كانت هناك منافسة شديدة بين الولايات المتحدة من ناحية وبين الاتحاد السوفيتي من ناحية أخرى، لتمنع كل منهما الأخرى من الاستئثار بالتفوق النووي. وقامت كل منهما بتجارب لقنابل ضخمة الانفجار. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أجرت واشنطن 1,032 تجربة ما بين عامي 1945 وبين عام 1992. أما الاتحاد السوفيتي فأجرى 715 تجربة بين عامي 1949 وعام 1990، فضلاً عن عشرات التجارب الأخرى التي أجرتها بريطانيا، فرنسا، الصين، كوريا الشمالية، الهند، ليصل الإجمالي لأكثر من 2000 تجربة. عندما تنفجر قنبلة نووية تطلق الطاقة بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات، لذا بدلاً من كرة النار المتوسعة تنتج التفجيرات النووية ما يعرف باسم سحابة الفطر الشهيرة أو المشروم. وتعرف غيوم الفطر بأنها سحب من الدخان أو من الحطام التي تتحرك في الهواء بعد الانفجارات. وهذا النوع من الغيوم لا يتشكل بعد الانفجارات النووية وحسب، بل أيضاً بعد أي انفجار تنتج عنه حرارة سريعة مثل القنابل التقليدية أو البراكين أو المواد الكيميائية. ويظل العالم تحت تهديد الرؤوس النووية رغم توقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تم توقيعها في مدينة نيويورك منذ عام 1996 كأحد نتائج انتهاء الحرب الباردة، وهي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية وباقي أنواع التفجيرات النووية، سواء كانت لأغراض سلمية أو لأغراض عسكرية في أي محيط كان. وكما قال أوبنهايمر مقولته الشهيرة: الآن أنا أصبحت الموت، مدمر العالم.
أهلا بحضراتكم من جديد لهذه التغطية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز. إلى لندن، فقد قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تتقدم ببطء في منطقة لوهانسك. ورأت وزارة الدفاع البريطانية أن حشد روسيا قواتها في منطقة صغيرة يثير مخاطر بالنسبة للآخرين في أماكن أخرى، مرجحة في الوقت ذاته أن تظل الطرق في لوهانسك تحت السيطرة الأوكرانية. أكدت هيئة الأركان الأمريكية أن واشنطن على تواصل مع موسكو لتجنب التصعيد في أوكرانيا. وأشار رئيس أركان الجيش الأمريكي لأن بلاده تدير الأزمة في أوكرانيا بعناية لتجنب التصعيد. وإلى وارسو، فقد أعلنت بولندا أنها استقبلت حتى الآن 3,726,000 لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي. وأضافت أن نحو 20,800 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد خلال 24 ساعة الماضية. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا. جاءت التصريحات في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تستعد لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى كييف. ومن جانبه، وصف ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم إمداد أوكرانيا بأنظمة صواريخ تصل إلى الأراضي الروسية بأنه قرار عقلاني. وحذر ميدفيديف بأنه في حال تعرضت المدن الروسية للهجوم فإن القوات الروسية سترد بضرب مراكز القرار التي تقف وراء هذه القرارات. قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تستمر لفترة طويلة. أضاف في تصريحات صحفية أن على العالم أن يستعد لحرب طويلة، كما أشار إلى أن دعم أوكرانيا هو السبيل الوحيد لضمان أمن أوروبا والعالم. أما في مدريد، فقد قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن دعم حلف شمال الأطلنطي الناتو لأوكرانيا لا يتزعزع. في كلمة من مدريد خلال احتفالية بمناسبة إحياء ذكرى مرور 40 عاما على عضوية إسبانيا في الحلف، كما أضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحقق أهدافه في أوكرانيا. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية نقلت قسرا نحو 3,000 أوكراني بينهم 300 طفل إلى ما وصفه بمعسكر تنقية بالقرب من مدينة ماريوبول. أضاف أنه يتم استجواب المواطنين الأوكرانيين وتعذيبهم وتهديدهم بالإعدام ويتم إرغامهم على التعاون مع موسكو. كما أضاف أن القوات الروسية تواصل هجماتها على منطقة العمليات الشرقية لفرض سيطرتها الكاملة على أراضي دونيتسك ولوهانسك. في المقابل وفي موسكو، انتقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا نظيرتها البريطانية ليز تراس بشأن ما قالته حول التأثير الضار لروسيا على منطقة شبه جزيرة البلقان. وصفت زخاروفا تأثير الناتو على البلقان بأنه مدمر وغير أخلاقي على حد قولها. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن حلف الناتو قام سابقا بقصف يوغوسلافيا باستخدام اليورانيوم. الرئيس الروسي يعلن بدء عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس
مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا. الولايات المتحدة وألبانيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا. بوتين يأمر بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة. مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا واتفاق على استئنافها خلال يومين. الجيش الروسي يؤكد السيطرة على الساحل الأوكراني على طول بحر آزوف. الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا. رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا يعلن الاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية لخروج المدنيين. أوكرانيا تؤكد عدم وجود تسرب إشعاعي من محطة زابوريجيا النووية. بوتين يؤكد أن الدول التي تفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعامل كطرف في النزاع. بوتين يؤكد لماكرون استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا حال التطبيق غير المشروط لمطالب موسكو. روسيا تعلن وقفاً لإطلاق النار في عدة مدن بأوكرانيا. الرئيس الأمريكي يعلن حظر استيراد النفط والغاز من روسيا. بوتين يوقع مرسوماً بحظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام خارج روسيا حتى نهاية العام الجاري. وزير الدفاع البريطاني يعلن تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية مضادة للدبابات والطائرات. موسكو تتهم واشنطن بمساعدة أوكرانيا في تطوير أسلحة بيولوجية. روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات للتخفيف من أثر العقوبات الغربية. الأمين العام لحلف الناتو يؤكد أن مسؤولية الحلف هي حماية حدود دوله وعدم مواجهة روسيا لعدم تصعيد الصراع. موسكو تحذر من أن قوافل الأسلحة إلى أوكرانيا قد تصبح هدفاً عسكرياً للجيش الروسي. روسيا تعلن تجميد نصف احتياطي الذهب والنقد الأجنبي بسبب عقوبات الغرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن مدينتي ميليتوبول وخيرسون تحت السيطرة الكاملة. صندوق النقد الدولي يحذر من أن حرب أوكرانيا تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر. روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أمريكيين كبار. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين من روسيا وبيلاروسيا. الرئيس الروسي لا وقف للعمليات العسكرية حتى ننزع سلاح أوكرانيا. روسيا تسحب التصويت على قرار بمجلس الأمن يتعلق بالوضع الإنساني في أوكرانيا بسبب غياب الدعم. الأمم المتحدة تعلن وصول أول قافلة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا. وزير الخارجية الروسي يتهم الغرب بتقويض أسس النظام العالمي. الرئيس الأوكراني يعلن استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي ويحذر من أن أي إخفاق يعني حربا عالمية ثالثة. الرئيس الأوكراني يؤكد أن أي تسوية مع روسيا ستعرض على استفتاء شعبي. روسيا تقول إنها لن تستخدم أسلحة نووية إلا في حالة تهديد وجودها. مجموعة السبع تحذر روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية. روسيا تعلن أن المفاوضات مع أوكرانيا لم تحرز تقدماً حول النقاط الرئيسية. بايدن يلتقي القوات الأمريكية في جيشوف البولندية قرب الحدود الأوكرانية. حاكم كييف يعلن سيطرة القوات الروسية على بلدة قريبة من مفاعل تشيرنوبيل. الرئيس الأوكراني يعلن الاستعداد لمناقشة قضايا الحياد والوضع غير النووي مع روسيا حال تلقت بلاده ضمانات أمنية. الرئيس الأوكراني يكشف عن استعداد بلاده لإجراء تعديل دستوري يضمن حياد كييف. بايدن يطالب روسيا بالوفاء بوعودها وخفض التصعيد العسكري بأوكرانيا. الكرملين يقول إنه لا توجد نتائج واعدة ولا تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية. الرئيس الروسي يوقع مرسوم آلية سداد ثمن الغاز بالروبل لدول تعتبرها موسكو غير صديقة.
بايدن يقول إن أكثر من 30 دولة ستلجأ إلى احتياطها النفطي الاستراتيجي في محاولة لخفض الأسعار. الكريملين يعلن تدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا بشكل شبه كامل خلال العملية الروسية. وزارة الدفاع الروسية تنفي الاتهامات بقتل قواتها مدنيين في بلدة بوتشا في كييف. مباحثات في موسكو بين مجموعة الاتصال العربية ووزير الخارجية الروسي بشأن الأزمة في أوكرانيا. حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية على موسكو تشمل حظر دخول السفن الروسية لموانئ الاتحاد الأوروبي. أمريكا وبريطانيا تعلنان فرض عقوبات جديدة على روسيا. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. الجيش الأوكراني يقول إن القوات الروسية أكملت انسحابها من منطقة سومي في ظل استمرار حشد القوات شرقي البلاد. الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني يقومان بجولة في شوارع كييف. قصف روسي يدمر مطار دنيبرو في أوكرانيا بالكامل. سلطات دونيتسك تعلن السيطرة بشكل كامل على منطقة الميناء في ماريوبول. بايدن يؤكد أن أكثر من 600 شركة غادرت روسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها. المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يزور مدينة بوتشا الأوكرانية. أوكرانيا تتبنى قصف طراد الصواريخ الموجهة موسكوفا بالبحر الأسود. الاتحاد الأوروبي يندد بطرد روسيا 18 من دبلوماسيين ويصف الخطوة بأنها انتقامية وستزيد من عزلة موسكو الدولية. الدفاع الروسية تعلن تطهير ماريوبول بالكامل من القوات الأوكرانية باستثناء مصنع أزوفستال. أوكرانيا تؤكد أن جنودها لا يزالون يسيطرون على أجزاء من ماريوبول. كييف تعلن أن روسيا بدأت معركة دونباس في شرق البلاد. البنتاغون: أوكرانيا تسلمت مقاتلات وقطع غيار لتعزيز سلاحها الجوي. بوتين يتعهد بإحلال السلام واستئناف الحياة الطبيعية في منطقة دونباس. زيلينسكي يقول إن بلاده بحاجة إلى 7 مليارات دولار شهرياً لتعويض خسائر اقتصادها. روسيا تعلن فرض عقوبات شخصية على نحو 30 أمريكياً بينهم نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس ورئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ. الدفاع الروسية تعلن مقتل عسكري وفقدان 27 في حادث غرق الطراد موسكوفا. زيلينسكي يجدد دعوته للقاء بوتين ويحذر من إصرار روسيا على إعلان جمهورية خرسون. وزيرا خارجية ودفاع أمريكا يجريان محادثات في كييف مع زيلينسكي. الدفاع الروسية تدمر 6 محطات كهربائية كانت تغذي السكك الحديدية الأوكرانية لنقل الأسلحة الغربية بالقطارات. بوتين يؤكد خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أن بلاده ستواصل التفاوض مع أوكرانيا وتسعى لحل دبلوماسي للأزمة. بوتين: سنرد بضربة صاعقة على كل من يتدخل بالأحداث في أوكرانيا. الأمم المتحدة تعرب عن صدمتها جراء القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف تزامناً مع زيارة غوتيريش. البنتاغون يدعو الأمريكيين لعدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب بعد مصرع شاب أمريكي أثناء قتاله ضد القوات الروسية. أوكرانيا تعلن عن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا. الرئيس الأوكراني يلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في كييف. السويد والمجر والدنمارك تعلن إعادة فتح سفاراتها في كييف. بوتين يؤكد لماكرون أن أوكرانيا ليست جدية بشأن مفاوضات السلام مع روسيا ويدعو الغرب للكف عن تسليم الأسلحة إلى كييف. المفوضية الأوروبية تؤكد أن الشتاء القادم سيكون الأصعب والأعلى تكلفة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
مؤتمر دولي للمانحين يجمع 6.5 مليار دولار لصالح أوكرانيا. كييف تعلن تسلمها 41 شخصا في إطار تبادل جديد للأسرى مع روسيا. زيلينسكي يعرب عن أمله في إنقاذ الجنود المتحصنين في مصنع أزوفستال بماريوبول. رئيسا وزراء كندا وكرواتيا والسيدة الأمريكية الأولى ورئيسة البوندستاغ الألماني يزورون أوكرانيا للتأكيد على دعم كييف. بوتين يؤكد خلال عيد النصر أن الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا. لافروف: مقترح بوريل لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا يعتبر سرقة. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن استخدام روسيا للصواريخ فرط صوتية يجعل من الصعب توقع إمكانية استخدامها للسلاح النووي. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوافق بغالبية كبيرة على فتح تحقيق حول أوكرانيا. الإعلان عن أول مكالمة بين وزيري الدفاع الأمريكي والروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي تزور خيرسون في أوكرانيا. الحزب الحاكم في السويد يوافق على ترشح البلاد لعضوية حلف الناتو، وفنلندا تتقدم بطلب للانضمام إلى الحلف. بوتين يعلن رفض روسيا توسع حلف الناتو ويشدد على أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لا يشكل تهديداً. روسيا تعلن عن فتح ممر إنساني لإجلاء الجرحى من مصنع أزوفستال في ماريوبول. بلينكن يعلن عودة دبلوماسيين أمريكيين إلى أوكرانيا بعد عدة أسابيع من العمل من بولندا. الدفاع الروسية تعلن استهداف شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفيف غربي أوكرانيا. هيئة الأركان الأوكرانية تعلن إنهاء المهام القتالية للعسكريين في مصنع أزوفستال للصلب. الكريملين يؤكد أنه لا يمكن عزل روسيا سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن القوات الأوكرانية تستعد لتصوير فيديوهات مفبركة في إحدى مدن دونيتسك على غرار سيناريو مدينة بوتشا. وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إنها حاولت إنقاذ الجنود في مجمع أزوفستال بمدينة ماريوبول. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية. الخارجية الروسية تطرد عشرات من دبلوماسي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. موسكو تقول إن الرد على قرار فنلندا بالانضمام إلى الناتو سيكون مفاجأة. روسيا تنوي قطع أوكرانيا عن محطة الطاقة النووية في زابوريجيا. أول اتصال بين قائدي الجيشين الأمريكي والروسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. بايدن: ندعم طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو، والحلف لا يزال فعالا ووجوده ضروري أكثر من أي وقت مضى. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لمنح مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. مجموعة السبع تعهدت بتقديم 18.4 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على الوفاء باحتياجاتها المالية العاجلة. الجيش الروسي يعلن تحريرا كاملا لمجمع أزوفستال الصناعي في ماريوبول. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب حكومته بإنهاء التبعية التكنولوجية للخارج بعد تعرض موسكو لهجمات سبرانية. وزير الدفاع الروسي يعلن إقامة 12 قاعدة عسكرية عند الحدود الغربية لبلاده. رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن توقيت انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بعد الصراع.
روسيا تضيف الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على لائحة الممنوعين من دخول أراضيها. الرئيس الأمريكي يوقع حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا. الرئيس الأوكراني يقول إنه لا يوجد أي بديل عن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. روسيا تسيطر بشكل كامل على منشآت أزوفستال وتدمر شحنة كبيرة من الأسلحة الغربية كانت متجهة لأوكرانيا. بولندا ترسل إلى أوكرانيا قطع غيار وأسلحة خاصة بمقاتلات ميج 29 بعد فشل الاتفاق على تزويد كييف بالمقاتلات. البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد. هيئة الأركان الأوكرانية تؤكد نشر روسيا قاذفات صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز إسكندر إم. الرئاسة الأوكرانية تقول إن كييف لن تقبل أي اتفاق مع موسكو يتضمن التنازل عن أراضيها. فرنسا ترى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاماً. بوتين يقول إن انتقال روسيا إلى التجارة بالعملات الوطنية مع البلدان الأخرى بما في ذلك بيلاروسيا يساهم في تقوية الروبل. الرئيس الأوكراني يناشد المجتمع الدولي توفير دعم أسرع لبلاده ومدها بمزيد من الأسلحة. وزير الدفاع الأمريكي يقول إن 20 دولة أعلنت خلال الاجتماع الدولي الافتراضي حول أوكرانيا عزمها تقديم حزم مساعدة عسكرية إضافية لكييف. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة يؤكد أن الغرب ينشئ جيشاً إلكترونياً في أوكرانيا سيهدد الأمن السيبراني في العالم بأسره. الكرملين يؤكد أن استمرار ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا لن يجلب السلام والاستقرار إلى أوروبا. وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد أن روسيا تواصل قصف الجبهة الأوكرانية بالصواريخ التكتيكية. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن خبراء المتفجرات أكملوا إزالة الألغام من ميناء ماريوبول بشكل كامل والعثور على أكثر من 12 ألف قطعة متفجرة. هيئة الأركان الأوكرانية تؤكد قيام روسيا بنشر صواريخ إسكندر الباليستية في بيلاروسيا. زيلينسكي يقول إنه سيكون من الصعب ترتيب أي لقاء على المستوى الرئاسي بين روسيا وأوكرانيا ما لم يكن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعداً بالفعل لإنهاء العملية العسكرية. وزير الدفاع الروسي يؤكد أن بلاده تتعمد إبطاء عملياتها في أوكرانيا للسماح للمدنيين بالخروج. ستولتنبرغ يؤكد أن حلف الناتو لن يكون طرفاً في الأزمة بأوكرانيا ولن يرسل قوات إلى هناك تفادياً للحرب مع روسيا. بوتين يوقع مرسوماً بتسهيل منح الجنسية الروسية لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا. وزير الخارجية الأوكراني يدعو لفرض المزيد من العقوبات على روسيا. أوكرانيا تتهم حلف الناتو بالتقصير في مواجهة روسيا وتشيد بعقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو. لافروف يؤكد أن إمداد أوكرانيا بالسلاح القادر على استهداف روسيا تصعيد غير مقبول. زيلينسكي يؤكد أن بلاده لن تتنازل عن أراض مقابل إنهاء الصراع مع روسيا. البنتاغون يعلن التجهيز لحزمة من المساعدات إلى أوكرانيا تتضمن أسلحة عالية التقنية. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات سلام جادة. وزير الخارجية الأوكراني يتهم الرئيس الروسي بالإصرار على شن الحرب أكثر من إجراء المفاوضات. وزارة الدفاع الروسية تؤكد امتلاكها معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا يتم العمل فيها لنشر الأمراض.
الرئيس الروسي يؤكد أن تحميل بلاده مسؤولية تعطل وصول إمدادات الحبوب في العالم بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا لا أساس له من الصحة. بوتين يعلن أن هيئة حرس الحدود الروسية أحبطت الاستفزازات وأعمال التخريب بالمناطق المجاورة لأوكرانيا. روسيا تحذر الولايات المتحدة من تداعيات إمداد كييف بأسلحة صاروخية بعيدة المدى على الأمن العالمي. وزير الدفاع الأوكراني يؤكد أن بلاده بدأت تلقي صواريخ هربن المضادة للسفن من الدنمارك ومدافع هاوتزار من الولايات المتحدة. زيلينسكي يبحث مع جونسون هاتفياً تعزيز الدعم الدفاعي وتكثيف الضمانات الأمنية لبلاده. لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية، زيلينسكي يتفقد مناطق شرق أوكرانيا. زيلينسكي يقيل رئيس أجهزة الأمن في خاركيف بسبب ما اعتبره تقصيراً في مهام الدفاع عن المدينة. موسكو تعلن عزمها طرح قضية الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية بأوكرانيا أمام مجلس الأمن. بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا. مجلس الأمن الروسي يهدد بقصف مراكز قرار غربية إذا ضربت أوكرانيا مدناً روسية. ماكرون يعلن مقتل صحفي فرنسي في أوكرانيا. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدي الكرام، والآن نتحول إلى تداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة الروسية الأوكرانية. تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم مجلس الاحتياط الفيدرالي في جهوده لمكافحة التضخم المرتفع عن طريق خفض الطلب الاقتصادي، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 3 عقود. ذكرت صحيفة وول ستريت أن بايدن أوجز خطة واسعة من 3 محاور لمعالجة التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عام داخل الولايات المتحدة، لافتة إلى احتمالية تباطؤ وتيرة نمو الوظائف من وتيرة شهرية تبلغ 500,000 وظيفة إلى حوالي 150,000 كنتيجة ضرورية لجهود بنك الاحتياط الفيدرالي لمكافحة التضخم المرتفع. من جانبه قال كريستوفر وولر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إنه ينبغي للبنك المركزي الأمريكي أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية في كل اجتماع من الآن إلى أن يتم كبح التضخم بشكل حاسم. جاءت تعليقات وولر قبيل اجتماع اليوم بين جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة دعا إليها البيت الأبيض حول حالة الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. لمزيد من النقاش حول التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وموجة التضخم ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، جيروم باول قبل اجتماعه مع بايدن تحدث أن التضخم المرتفع والضعف الاقتصادي خارج الولايات المتحدة هو ما يتسبب في الأزمة الأمريكية الآن، لكن في الداخل الأمريكي وصل سعر جالون البنزين ل$4.60، وهذه أعلى نسبة يصل إليها سعر جالون البنزين أمام المواطن الأمريكي. إذن ليس الضعف الاقتصادي خارج الولايات المتحدة هو ما تحدث عنه جيروم باول هو السبب فيما يحدث الآن في الداخل الأمريكي. مساء الخير في بداية حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالتأكيد الموقف صعب للغاية، مش بس على مستوى الحكومات لكن كمان على مستوى المواطنين.
مؤكد انه تداعيات الحرب المشتعله حاليا في اوكرانيا واستمرار التصعيد والمشاكل اللي بتواجهها سلاسل الامداد على المستوى الدولي وارتفاع اسعار الطاقه، كل ده الحقيقه بيؤدي لارتفاع الاسعار، بيؤدي لارتفاع معدل التضخم. وفي الواقع ده طبيعي انه البنوك المركزيه تتجه لدفع سعر الفائده. ودفع سعر الفائده معناه مزيد من ارتفاع الاسعار، لانه دفع سعر الفائده مؤكد انه التمويل جزء من تكاليف الانتاج في اي سلع، وبالتالي هنستمر في هذا الامر الى ان تهدأ الحرب المشتعله حاليا ويتوقف حرب تقطيع العظام اللي بيتم حاليا في اطار العقوبات والعقوبات المضاده. اظن هذا المشهد كلنا كنا نحذر منه منذ بدايه هذه الازمه. وكان مهم جدا انه هذه الازمه يوجد لها حلول دبلوماسيه بعيدا عن التصعيد العسكري واللي هو الحقيقه شكله تصعيد عسكري لكن كمان بيكتنفه للاسف الشديد تصعيد اقتصادي. والحقيقه المشهد الاقتصادي على المستوى الدولي الحقيقه بقى فيه صعوبات بالغه، والمساله مش مجرد ارتفاع معدل للتضخم لكن الاكثر صعوبه هو دخولنا الى مرحله الركود والكساد. اتصور انه وهذا هو السؤال دكتور هشام بالفعل، يعني عندما نتحدث عن الاستمرار في رفع اسعار الفائده لمواجهه التضخم ونتيجه لذلك هناك ارتفاع للاسعار ونتيجه لذلك هناك ايضا تقليل لفرص العمل وهذا ما يتم الحديث عنه في الولايات المتحده الامريكيه، اذا ما الفائده من كل هذه الدائره التي نتحدث عنها؟ خلينا ناكد على انه طالما في ارتفاع لمعدل التضخم الاجراء الطبيعي اللي لازم هيتخذه هو رفع سعر الفائده في اي دوله على مستوى العالم. لكن هو رفع سعر الفائده بيؤدي لانخفاض في مستويات الانتاج، لانه مؤكد لما تكاليف التمويل بترتفع مؤكد انه بيبقى ده ضاغط على قطاعات الانتاج المختلفه، ضاغط على مؤسسات الاستثمار، وبالتالي ده الحقيقه بيكون مشكله كبيره للغايه، وده الحقيقه بيؤدي ليه انه التسريح عدد من العماله، واتصور انه ده هنصل بيه الى مرحلة ركود وكساد كبير جدا، اتصور انه هيكون الاكبر على مستوى العالم اذا ما استمرت الحرب المشتعله حاليا لعدد من الاشهر الاخرى. واتصور انه فكره رفع سعر الفائده ليس هناك عليها جدال فيما بين الاقتصاديين، لانه اي بنك مركزي على مستوى العالم طالما في موجه تضخميه كبيره هيظل هو الاجراء المتبع التقليدي والطبيعي هو رفع سعر الفائده. لكن هو ده مش الحل على المدى القصير حتى. لانه واحنا بنؤكد انه ما فيش بديل عن هذا، لكن هو ده مش هيخفف من الضغوط التضخميه بقدر ما انه هيؤدي بنا لحاله ركود وكساد. ومؤكد انه هيتزامن او قد يتزامن معاه تعديل في اسعار الفائده، يعني تعديل في اسعار الصرف الحقيقه المنافسه الشرسه في بين العملات على المستوى الدولي. الحقيقه ده بيخلق مزيد من الضغوط وخاصه على الدول الاماميه اللي هي بفعل ارتفاع اسعار العملات الأجنبية بالتأكيد ده بيكون عنصر ضغط. لكن دكتور هشام يعني هذا حل يعني يعتبره البعض حل تقليدي حل كلاسيكي، هناك البعض الآخر يتحدث أنه يجب زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات استثمارية أو تدر الربح أو تشغل عمالة أكثر مقابل تقليل الإنفاق الحكومي، هذا حل يعتبر موازي لمسألة رفع أسعار الفائدة، لأن رفع أسعار الفائدة كما يطالب كريستوفر وولر الآن بثلاث مرات تقريبا في اجتماعات مقبلة للبنك المركزي الأمريكي ستكون مرهقة بشكل أكبر للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تبعاتها ستكون يعني ليست لن تقدم حلا جيدا في النهايه. لا خلينا ناكد على انه رفع سعر الفائده ما فيش عنه بديل، لكن ما يتعلق بزياده الاستثمارات العامه والحكوميه ده الحقيقه بتلجا ليه عدد من الدول بما فيها مصر. وزياده الاستثمارات العامه مش بديل عن رفع سعر الفائده، لانه سعر الفائده الفكره الاساسيه فيه انه بيمتص جزء من السيوله اللي موجوده داخل الاقتصاد اللي هي سيوله موجهه للاستهلاك، لكن زياده الاستثمارات العامه ده سيوله موجهه للانتاج وده احنا محتاجينه بشده، لانه الاستثمارات العامه لما بتدخل بتدخل على مشروعات انتاجيه، والمشروعات الانتاجيه ديت بيكون الفكره الاساسيه فيها انها بتولد فرص عمل، بتفتح شريان جديده للاقتصاد، بترفع من معدل النمو الاقتصادي، ودي كلها امور ايجابيه على مستوى المؤشرات الاقتصاديه ككل، وبالتالي ناكد على انه رفع سعر الفائده مش بديل عن زيادة الاستثمارات العامة أو الإنفاق الحكومي، لكن رفع سعر الفائدة يكون هدفه الأساسي إعادة الزيادة في الطلب أو السيولة اللي موجودة، وفي ذات الوقت أيضا ضخ مزيد من الإنفاق الحكومي والاستثمارات الحكومية، بس شريكة إنها ما تكونش موجهة للإنفاق الداخلي، لكن تكون موجهة للإنفاق
الانتاج الاستثماري. طيب حضرتك وحضرتك بتقول ان يكون موجه الى النطاق الاستثماري، ونحن نتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه مره اخرى، عندما نتحدث عن احتماليه تباطؤ وتيره نمو الوظائف من وتيره شهريه بتبلغ 500 الف وظيفه الى 150 الف وظيفه، معنى ذلك ما الذي يعنيه؟ هيعني اضطرابات على المستوى الاقتصادي، بالتاكيد فقد وظائف، يعني انخفاض في مستويات الضغوط. إذا نتحدث عن زيادة في الأسعار، نتحدث عن زيادة في البطالة، نتحدث عن زيادة في كل ما هو سلبي نتيجة لهذه الإجراءات حتى الآن، وهذا ما كان يسأل عنه أحمد بالفعل، فكرة أن كل هذه هي إجراءات تقليدية، هل هناك إجراءات من ممكن أن تكون غير تقليدية أو out of the box؟ لأن عندما نرى كل هذه الإجراءات التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، إذن هناك يعني أمر يستحق أن يكون مختلف في هذه المرحلة. لا، خلينا نأكد تاني على أنه الإجراء التقليدي هو رفع سعر الفائدة، وأن احنا نعمل downsizing للإنفاق، لكن فكرة أن احنا نزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات إنتاجية أو بنية أساسية، بالتأكيد ده هو الأمر الغير التقليدي. لكن خلينا نقول أنه فكرة أنه يتم تقليص حجم المنفق لخلق مزيد من الوظائف الجديدة، بالتأكيد ده بيكون ملجأ بتلجأ ليه بعض الحكومات إذا ما كان هناك ضغوط كبيرة على موازنات هذه الدولة. وبالتالي ده ما تقدرش تعمله أي دولة أو كل دولة، لكن هو كل دولة بتراعي ظروفها متطلباتها، عنصر الضاغط عليها من المجتمع ككل. لكن احنا كلنا حقيقة بندور في فلك الحياة وفي داية مفرغة، لأنه هتظل الضغوط دي بتواجه كل دول العالم، لأن احنا الحقيقة مش بنتكلم على مشاكل اقتصادية داخل كل دولة، احنا بنتكلم على مشاكل ناتجة من الاقتصاد العالمي. طب دكتور هشام، يعني الآن نتحدث عن نسب تضخم مرتفعة جدا، منطقة اليورو ككل يرتفع فيها نسبة التضخم لفوق 8% في النمسا، الأمر مرتفع لأعلى مستوى منذ عام 1975، أيضا في ألمانيا الآن نسبة التضخم فوق 8%. لا حل جماعي إذن أمام العالم كله إلا برفع نسب التضخم بشكل متتالي، وبالتالي يعني تحمل تبعات هذا التضخم المرتفع، تحمل تبعات هذه الفائدة المرتفعة بشكل متنامي؟ لا، ما هو مؤكد الاتجاه لرفع أسعار الفائدة، طالما أنه في بعض البنوك المركزية بتلجأ إليه، هيظل في إطار التنافس، هيظل أنه باقي البنوك المركزية هتتجه أو هتنحو نفس النحو. وبالتالي فكرة رفع أسعار الفائدة هنلاقيها دايرة بتدور حول العالم كله، وده كما أشرنا أنه بيخلق مزيد من المشاكل الاقتصادية، لكن هو الحل أنه الأزمة تتوقف والمزيد من التصعيد في العقوبات والعقوبات المضادة تتوقف. نعم. لأنه هي العقوبات مش بس من جانب الولايات المتحدة والغرب، العقوبات أيضا من جانب روسيا، لأنه إحنا بنتحدث عن أزمة في الغذاء، بنتكلم على ملايين الأطنان غير موجوده في اوكرانيا مش قادرين ينقلوها خارج اوكرانيا. بنتكلم على انه مؤكد امدادات الطاقه فيها مشكله، بنتكلم على ارتفاع اسعار الطاقه، بنتكلم على ارتفاع تكلفه التامين على البضائع على مستوى الدولي، بنتكلم على ارتفاع تكلفه الاستثمارات نفسها، بنتكلم على معامل مخاطر مرتفع، وده الحقيقه بيخلي شهيه الاستثمار منخفضه جدا. وبالتالي احنا نتحدث عن ركود او كساد مؤكد انه المجتمع الدولي ككل سيعاني منه، مزيد من فقد الوظائف مؤكد انه هيطال العالم كله، وبالتالي احنا هيظل الحل الوحيد اللي متاح امام المجتمع الدولي ككل ان تتوقف الازمه اللي موجوده حاليا. نتمنى. بشكرك جزيل الشكر ضيفنا عبر الهاتف الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل مع حضراتكم لختام هذه التغطيه في هذه الساعه، ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء. كانت أوكرانيا جزءاً من الإمبراطورية الروسية لعدة قرون قبل أن تصبح جزءاً من الاتحاد السوفيتي. و
وعندما تفكك الاتحاد السوفيتي مع نهاية الحرب الباردة عام 1991 أصبحت أوكرانيا شبه مستقلة. كادت أوكرانيا أن تستقل تماماً، غير أن موسكو أرادت الاحتفاظ بنفوذها عن طريق تأسيس رابطة الدول المستقلة CIS. وفي عام 1997 اعترفت موسكو رسمياً من خلال ما يسمى بالعقد الكبير بحدود أوكرانيا بما فيها شبه جزيرة القرم. ظلت الأمور مستقرة حتى شهدت موسكو وكييف أول أزمة دبلوماسية كبيرة بينهما في عهد فلاديمير بوتين في خريف عام 2003، وذلك عندما بدأت روسيا في بناء سد في مضيق كريتش باتجاه إحدى الجزر الأوكرانية. اعتبرت كييف ذلك محاولة لإعادة ترسيم حدود جديدة بين البلدين، وبعد قمة ثنائية بين رئيسي الدولتين تم وقف بناء السد. وفي عام 2004 عقب فوز فيكتور يوشيتشينكو بالانتخابات الرئاسية الأوكرانية، قامت روسيا خلال فترته الرئاسية بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا مرتين في عامي 2006 و2009، كما قطعت أيضاً إمدادات الغاز إلى أوروبا المرة عبر أوكرانيا. وفي عام 2008 حاول الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش إدماج أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، إلا أن موسكو أعلنت بشكل واضح أنها لن تقبل الاستقلال التام لأوكرانيا. ولأن مسألة الانضمام للناتو لم تنجح بسرعة، حاولت أوكرانيا الارتباط بالغرب من خلال اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2013، لكن موسكو مارست ضغوطاً اقتصادية هائلة على كييف، فجمدت حكومة الرئيس الأسبق ياكونوفيتش الذي فاز بالانتخابات عام 2010، جمدت الاتفاقية. انطلقت بسبب ذلك احتجاجات معارضة للقرار أدت لفراره إلى روسيا في فبراير عام 2014. استغل الكريملين فراغ السلطة في كييف من أجل ضم القرم في مارس عام 2014، كما أرسلت موسكو قوات إلى منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين، وهي منطقة تعرف باسم دونباس، لدعم المتمردين الذين كانوا يحاولون الانفصال عن البلاد. أدى القتال في دونباس بالقرب من الحدود الروسية إلى مقتل أكثر من 14,000 شخص منذ عام 2014. وفي محاولة لإنهاء الصراعات الكبرى قادت فرنسا وألمانيا اتفاقية سلام بين الجانبين في عام 2015، لكنها فشلت في توحيد الجانبين سياسياً، واستمرت التوترات على نطاق صغير منذ ذلك الحين. كان الهدف الرئيسي لتشكيل حلف الناتو أو منظمة حلف شمال الأطلسي عام 1949 هو ردع أي تهديد توسعي من قبل الاتحاد السوفيتي في القارة الأوروبية في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية. إلا أنه ومع مرور الأعوام رأت الولايات المتحدة في حلف الناتو وسيلة لمنع عودة ظهور التيارات القومية في أوروبا، وكذا لتعزيز التكامل السياسي في القارة. تعود فكرة إنشاء الناتو في حقيقة الأمر إلى عام 1947 عندما أبرمت المملكة المتحدة وفرنسا معاهدة دونكيرك باعتبارها اتفاقاً لتحالف مشترك ضد أي هجوم محتمل من ألمانيا في أعقاب الحرب.
والدول الاثنتا عشرة المؤسسة للحلف هي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، أيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج والبرتغال. لم يقف الاتحاد السوفيتي صامتاً حيال إنشاء حلف الناتو، فقام بتشكيل تحالف عسكري دولي مع سبع دول شيوعية من أوروبا الشرقية في عام 1955، أطلق على هذا الحلف اسم حلف وارسو. لكن الأحداث الكبيرة التي تلت ذلك من سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي عام 91 مهدت الطريق أمام إنشاء نظام أمني جديد في أوروبا بعد حقبة الحرب الباردة، وبعد خروج دول عدة من حلف وارسو سابقاً من تحت العباءة السوفيتية لتهرول تلك الدول، ومن بينها الدولة التي كان يحمل الحلف اسم عاصمتها بولندا إلى حلف الأعداء آنذاك إلى حلف الناتو. ففي عام 1999 انضمت دول مجموعة فيشغراد وهي المجر وبولندا والتشيك إلى الناتو، أما في عام 2004 فقد انضمت إلى الحلف دول مجموعة فيليوس وهي بلغاريا وإستونيا ولاتفيا ولتوانيا ورومانيا سلوفاكيا وسلوفينيا. وفي عام 2009 وافق حلف الناتو على انضمام ألبانيا وكرواتيا ليبلغ عدد أعضائه 30 دولة، مع انضمام جمهورية الجبل الأسود عام 2017 ومقدونيا الشمالية في عام 2020. ومؤخراً أدرجت ثلاث دول هي البوسنة والهرسك، جورجيا وأوكرانيا تحت فئة الدول الطامحة للانضمام، إلا أن روسيا ترى تحديداً في انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو تجاوزاً للخط الأحمر. ويعد أساس وجوهر منظمة حلف شمال الأطلسي العمل كتحالف أمني جماعي بهدف توفير الدفاع الجماعي المتبادل بين الدول الأعضاء عبر الوسائل العسكرية والسياسية في حال ما تعرض أي بلد عضو في الحلف لأي تهديد خارجي.